كنهديوها للجمهور الكريم، للجنة التقنية اللي كتخدم صباحا مساء، للاعبين مشكورين على هذا الأداء. الشوط الأول كيف ما شفتوا كنا متقدمين، ما حاولناش نحافظوا على التقدم ديالنا، ديما كان أونكيسيو ديك لي بوت في الديرني مينوت ديال الأشواط. الحمد لله رب العالمين قدرنا نرجعوا في الشوط الثاني بعد التغيير ديال المدن اللي صراحة أدى أداء جيد. عندنا إكراهات ديال إصابات كثيرة، رغم ذلك صراحة لاعبين أدوا مقابلة بطولية. كنا عازمين على 3 نقاط بغض النظر على المقابلات اللي دازوا وكل شيء. احنا دابا في مرتبه على ما اظن 10، الحمد لله رب العالمين. نزيدوا نخدموا، مازال عمل، مازال نرجعوا الاصابات ديالنا، لان بزاف دراري حماده العشير مصاب، اجروت المصاب، علي بامعمر مشكور اليوم على الاداء ديالو ورغم الاصابه ديالو يلاه رجع البارح. دونك احنا الحمد لله خدامين. كنطلبوا من الجمهور الكريم يصبر علينا شويه، مازال العمل طويل، عندنا واحد الفتره التوقف، غنحاولوا نعطيو له الماكسيموم ديالنا وما يكون